أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثنى، ذي درسنا بفضل الله وبرحمته أدن هدر أفل هدر الزخيل لجوانع أيث مثلا أتصل الجوامع إن ويا ما أنك شو مغاه ذخي نفتي جموعة من كل يوم كل تجمع ستطف في ومرض أذهدرنا في الأمور الدنيا أتسع علي من الصوت أتشوي جنة أفيني تظل أنا فيني قال القرآن الكريم فيني تذكر من سيدة ربيهم الصواد الحاجة ماذا قلنا أذهدرنا غفي عباد دي لغية في السن دي الغيبة أنديك شم ضيفة داشيك زنز داشو ميقو أشتاقهم أريد سيقرا يتبقين دبلي من كثرة جنسي من وسنر الأحكام سعاني المساجد كما يثمثن إيه مرة يروح العرض ذي محود دلو فينس أديوين التسواب أديوين الحسنات ولكن سيهدور لك هدرك نزدخل الجماعة يكتشم ذي الكروف العبادة يكتشم ذي الغيبة ما يهدرها في مدن ويهدرها في المورد الدنيا أذا دي إجمال الدنوف أدي إجمال السياث أدي روح ساقا ميقال أدي ويدي حسنة أدي ويد الدنوب أنش تجيمو يتسياق على ما جيت مثلا على خطر الدنوب أدي يجمل العبد الزدخل للجامع لأدخل المسجد غيف الدنوب أدي ويفرر ويغيف لي تم الشواطاس على خطر المسجد ويتخدم ما لا يهضر الزدخل يتخدم يتظنيف القراءة من القرآن الكريم التسبيح أدي يسبح العبد دي الكرسي دي ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي يقال قويس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه أدبش إرفديث سيد ربي السعادة سيد ربي إرفديث دي الشمس باش أدي تشوذكر اسم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الزدخل الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم أم يدي أخزر كان دي شدينا أم يديك شم الأعرابين ما يتمثل أردخل المسجد ويجر أن تسدي ثغمر أن المسجد أي خطر ذي الأعرابيين ذي السحرانيين ذي الباديين ذي القيضون ويضرارا وريوالارا يبعد في الناس تبعد في الناس المسلمين ويضرارا لعين مغربورس ولكن دشو إسينا وش بيح صلى الله عليه وسلم يمرح عند الصحابة الكرام غربورس باش يعني أثعن نفنش من خمكني ولكن الناس دي خرثاس يقول في ذي سلسلين العايم فقصي طاقيا نهضرت في الناس دي دورسي قادة وانصر كان يعني ده شو نسي ده وش بيحن الفيم صلى الله عليه وسلم الناس مشاكي يعني قيقة تخدم ماشي دي شوية قيقة تخدم من داخل المسجد الناس المساجد تخدم إذ ذكر نسي ربي إذ صليت اتلاوة القرآن الكريم خلص أرطيت مثلا ثياثة الحوايج إما تخدم من الجوامع تخدم إذ ذكر نسي ربي نادل كرسي ربي نادل سبحانه تستغفره أتزلل وتغرد القرآن الكريم أي مثلا أقفل أنظر يعني ماذا قلنا يجوز نو الجزارة يدور الزخيل المساجد داخل الجوامع خزر كان أنسخ من بغنى أنا في 24 ساعة إلس عيشي عدد القواس دين أكثر ما يزيد لوقت 24 ساعة أشحال نسخ إمام دي المساجد من سدوك يوكت الزلال كامل وتصدر الساعة إذا دش عليش ديو قرني عرض دي فرغات تعيش دي تمسين دوني 23 سوايا ساعني أذير وليس الدخل للمسجد دي خمسة ظلة أذير ولي غير دخل للمسجد أذي جدوني تفرع أذي مليل دخل سبحانه وتعالى دي الموعد ليس ويزغر الدوني غير دخل المسجد دي الساعة يقيم الساعة يقيم مواتي قادر 23 سوايا الدنيا فرا هذا واحد يعني الساعة الناس دخل المسجد داس يشكيون تسينا الدنيا أنشتاقي أنا قيب لهم ولا غير تسلاقها لا غير مثلا الرسول مش فيح صلى الله عليه وسلم إسريس يون دخل المسجد إناس يروح يون الغميو خزر كان إناس يروح يون الغميو يبغى هذا يزرب اللو يثي ويلان اللو يثي يوفان نفي مش فيح صلى الله عليه وسلم إناس أولاد ديار ربي أرومنينيش خزر كان إذا عايز وثديت سوء على رؤوم النيلس
يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال ولم يمن يتساوي جنوسه يزدخل المسجد يتجاه داخل المسجد أسفل من الله ربح الله تجارتك أو أرثر بحد التجارة إليك كان يتمثل الصحابة الكرام يقضي ربه وش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم يند ما لكش مغا داخل المسجد يند نسجد دونيت ذيك الصباط من الغفران ما لكش الصباط نسجد شكش من المسجد تسجد دونيت نسجد داخل الصباط يجي عليك الغفران أكل الذي قال يتمثل سيد ربنا الخالق عزيز سبحانه وتعالى يقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سيد ربي يرفض الشان الجوع للمساجد يرفضيث دي القمانس يطهريث يززيث ذي كل خربوين اللي نديري أكايد مثلا يجثن يخذ مثل سيد ربي باش يتوذ كاريسميس باش أتسبح ليس المؤمنين الجن تمسين دوني ثمرة تمسين تجارة وكتين جن فرة كامل وغير روح عند أغر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى التاية مثلا يقرد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم إنت في بيوت أذن الله أن ترفع إنت ينهاد سيدي ربي أفهم سلاي فرة وين يتحمي ازداخل المسجد أكد قال عكرمة أكد قال أبو صالح أكد قال الضحاك ونافع وأبو بكر بن سليمان وغيرهم من العلماء إن هذا سيدي ربي في مسلين أريفغن غف الذكر غف القرآن الكريم غف الظليف كايد مثلا سبحان الخالق الرسول مش بيحصل صلى الله عليه وسلم صلتها في النبي صلى الله عليه وسلم أش يخزر كان إشارة غروية جيم ذي قول الحديث إن الأرديف دوم غفي عباد زمان يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم يقرد أرديف ديون يوقف غفي عباد إن تنخدرن الحلقة تزدخل المسجد شي جمعة تزدخل المسجد إن درهم من سلحشة الدنيا الدنيا كيف أردرن إن تسيد ربي ولس تقارن معنا ذلك سنوكيين إن الغروة تسخيم مغربو سنوكيين أكا إذ قرد الحديث الصحيح إذ مثلا الصحيح الذهبي رحمه الله الحديث قال أنا ديخ الضرب أديه ضرب لي ذي المكروه وانشتاقين أريد جزالان ذي الفعل المذموم خطر المساجد وتشوفنا لنا الغار ويقيم إذ ضرب لي الشمس بشرت شو عمرا سذكر سيد ربي سقر عن القرآن الكريم ستظليث ستطاعات باش أخذ من الحلقة من الدين العلم تفسير القرآن الكريم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم كما يثمثل وليت سيقران إنسيم باش أديف جن أما سنسليس أما سنفعلينس أين سليادو إيه ما سنسيم يقرر القرآن الكريم داخل المسجد نغي تظلم نغي تسبح يتأمي ذي القدرة سيدي ربي خطر أثسوسميز داخل المسجد ذي العبادة يقنع طيفيا أذي روح إلى عقل من الإنسان المؤمن القدرة الإلهية الوحيد الأحد أذي صار الغلطة ذيك خدمة ذي استغفر ولكن ماذا قلت شوشت شو مسلاي نط شوشت البروي ماذا قلت الخدمة أنشني ولك يتياقرة تصعيب اللثم تصعيب الدنوف ذيكس عيث مثلا إلا خنش أنشتقي إلا قدت ناقل وضع نظر وانو سلقر على القرآن الكريم تلا ولا القرآن الكريم جهرا ما تعقلت القرآن الكريم ولكن الجزالة غريت شقويه أتفضل مصحف سعيد الأجر من كل الحرف سعيد عشر الحسنات ولكن وركن إذا تقرغ جهرا مولاش أجش وشغة فاثمة نيكين سيمن خطر الرسول الشبيح صلى الله عليه وسلم يفردك ذو خميس اللي تولي الصحابة الكرام على قال القرآن الكريم رتزر جهرا سلعياد ولكن دشو نسينا ينيش ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن وتقفنا وتقدر الصوت الون مليح مليح غس القرآن الكريم قد زرت كما يتمثل سبحان الله القرآن الكريم وتسمي لذلك ما تشوه شريسة تعقض ذيش بشك شوه ذوين إلا دخل المسجد فما بالك بالإنسان يقدر غفل أمور الدنيا كما يتمثل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذ نتخمت فرن المسجد
أنا ميتي فوق إيناش وني بغانا دي يهضر دي شطوخ تنسلاي دي يهضر فرا في الأمر فرا الدين يروح على فخانتنا يفو دير مجدد على فخانتنا دي يهضر أكام عيد مثل يقرد ابن تيمية رحمه الله يلد إنسلاي لك حب سيدي ربي من خارج سبحانه وتعالى دي القرآن دي الحديث دي السنة دي العلم يلد وكي ما عيشة دي يهضر في الأسياد يلد وذي قلنا ديني تشحر من دي الغيبة دي النميمة دي الفيع وشرة أنشتاق يمكن الجزارة دي حرام أكام عيد مثل خطر كان الذي قال الرسول مشفيح صلى الله عليه وسلم إذن الوصل خطر كان إذن مثل وني كان يوصل نوين كان تشف أدي أتفض في سريحة وقال إذن دولي لقال دي قارب المساجد نغر الجماعة خطر يتسرح إذن أذي ذو الملائكة أمكن يذو عباد وحمي نرس إذن الريحة يجير ذو الملائكة مكنو تحمي نار الغشير يقال صلى الله عليه وسلم ذي الحديث من أكل من خضركم هذه ذوات الريح فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم وني تشد سنات الخضر ما تقول قولي لقد ردق الرغم المسجد النار كاية مثل ماذا قلنا وني تشد سنات ذي الخضار يجيب أما ذي السر أما تشف إيناد بعد أذي بعد في المسجد النار خطر أذى يده فما بالك فالإنسان الذي يشوفني بيد قميص داخل المسجد هذا الضغط غيبة النميمة فر المسجد يساعد دنوفا القرآن خليها دكتور داخل المسجد مثل اليد المسلم دنوفيس أكثر وأكثر وأكثر بمقارب أكما يثمثل إذن أكلت قرن العلماء أنها يثمثل إذن العلماء أهضرنا أمس لي ماشي هيول ماشي سينيقا أهضرنا في الموضوع عجيب ولكن ده شو اللي تقرر العلماء أن لك الإمس لهذور داخل المسجد فرقا في سنة التمثال لن يهذور يتشويشنا في ذلك يتظلم أفين يقرر القرآن الكريم أفين دي سبكيرن سيدي ربيع أتعقضا وذهدرا أين أي جنين وين يتظلم وين يقرر القرآن الكريم وين يتذكر أشوش المسكين ويوري جزالة دي حرام ويوري جزالة ولو ذي القرآن الكريم إلا قال تغرض صلى الله عليه وسلم شو شرط مثلك المصلين كما يتمثل وقال صلى الله عليه وسلم وذا يجهر بعضكم على بعض في القرآن كما يتمثل خزر كان القرآن الكريم ولي جزارة باش أثي بغرض جهر وشو شرط وإذا هنين إقعد ذنر بيس دخل المسجد فما بالك يقول إنه الضرم ماشي القرآن الكريم يهضر في الأمور في الأمور الدنيا أنشتاقيا أنا أقل بلين يتشوش غف المصري وريد جزانا أي مثلا ما ذاك اللهم يا عبدالين اللي هدر دخل المسجد ويتشوشها ويتشوشها غف في ذاك إيقا عبدال ربي إيقا ذي يتظلان يقال القرآن الكريم إيقا ذي يتشبيها ما له سياقي كان إيقا هدر أنشتاقين أنا أقل إلا وين إلا الممنوع إلا وين إلا الجائز أين إلا الممنوع وين يهدرن في البيع في البيع والشراء وين يهدرن في التجارة يهدر الغيبة في الغشي يهدر النميمة يهدر في التمثيل التمثيل يعني الأمور مرة الدنيا تجيم أين يعني الدنيا إنك وين الديار وين الزنج وين الشروح وين الدبين أنش تجيم محرم وللجزارة خذ كان ندو تشوي سلام زدخي زي هدر كان أماكن هذا ذلك بالزغر والزغر أشتاقيني قرش دو حنين كان يقرش دو انت دقيقا سبحان الله ممنوع وليجو الزلام ذي حرام غاش وليشو سلام غاش وليشو سلام وإذن إذن غاش تسلينا الصوت وإذن إذن ذوين كان مقهدا إزديسيان أشتاقيني أغضامي رنشوتي تتجرانا خاطر ويجو الزلام ذي حرام كاين وكاين ممنوع ويكاين خزر كانوا شبيح للنبي صلى الله عليه وسلم تهدر في التجاره ينسى ربح تجاره ينسى وانا كهدر داخل المسجد يفديد ينسى لا ربح له تجارته وينسى لا فين روحي والعمي والعمي وينسى ربح في ديار ربهم الا وين الا جائز هذا خطر ولاش كلام وين الا دي حرام الزخيم ولاش الغيبة ولاش النميمة ولاش كوين كان يدلو دركة ويدلو دركة إيمانه ما يهضر العبد
أني أبردي بدكولي سمكي ثلاب ما في خيرة ثلاب هذي سقسينا في الرويس هذي سقسينا في باشور تينس هذي سقسينا في لكسيتين في حبابي نس أشتاقين أكن أيها ذر العب سو مسلاية مشطوح وتشوي شرعي غاشين هذيك شي خيقي وايا ذيك ما سينسيم سيسكشن الشرح ما ذيك اللي قال اللي هم ذي الغمز هذا شي سيفس غير شي يتسكان ذي مزوط هذا مزوط وتشوي شرعي وايا ذيك أنشتاقين قام بالعلماء أنه أولي ما مهداني لا المباح ولا جليس ولكن أولي لا قرامة ذي كثرة عز الكثرة غصب ذا مسلاي العايم أولي الجزارة كايد مثلا أيث مثلا أين إلا المشروع يجوزي الشرع باش تهضر سلاعية تدخل الجماعة ذين إلا الدروس من الدين ذين إلا تفسير القرآن الكريم ذين إلا تفسير الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ذين إلا دي المواضع عن الدين ذين في نخدم الدروس من الدين أنش تقيني يجوز أدي هضر العرب فلسل غص العياده خاطر وين دخل المسجد دس الحسادي سمحس غص الامور الدنيا ولكن تحكوا في اضهر الفلسفه ديال الاحكام الاحكام الامور الدنيا احكام البيع والشراء دا شي بلاد دي حياه دا شي بلاد دي حرام دا شي جوز دا شو لي جزاره اصلا مش معروف اصلا هو في المنكر اصلا صحاب المسكين اذا ما كاينش اش تلقى اقرب العلماء الجزائر مثلا اي مثلا المساجد نهر الجوامع إفلاثنا ربيهم باش أدي شوال كاريسميس إتصاليث تلاوان القرآن الكريم شوية تنيمة أريق مكن العبد المؤمن داخل المسجد أدي يقول غادين باش أدي السفة الصغط الخطريس باش أدي البيت دعوان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي الموعدك سعيدس إلا قدوني تسي جفران وتيشك شمالية صغار داخل الجامعة أتيش دي الصبار نيسيك جاك الفرانة ما كنت قال الصحابة الكرام كاية مثلا وليت هي قال بش أدي شوش انسان أدي شوش الفلاس أي نساء الصخصرا ثغم اثنين قمك شوطني ناي قمك نين ازدخل من المسجد كاية مثلا يقول هذا ويقيم إذا لما كاثوران ما بقلنا من عبد يهدر سي عقيدة في الزوف غير في الزوف وندويز غسل الأمور بيع وشراء غسل ذلك حرام اللي قهدر فلاس ويزمير العبد أفي كنترولي ذويا انسان بالضمير نسلخ الله سبحانه وتعالى ذي حرام ورجو زرام الأمور الدنيا بيع وشراء إن الغيبة النبي ما دخل المسجد وجوز نرام وهي كلمة ذاك لنا هدرت ذات مزوط ذات مزوط ويزمير ذات استكشن بسنة أشي تخدم ذاك أخطأ له تشوي شارع في غاشية نسات سيدة ربي كان نسات ألي حكم في الناس كاكي نظام يرين سكان ذاك كاكي مثلا إذن أجنا نسي إياك أتحار صديق عليك بلينا تسوح بغى المسجد باش أتستوفض غا سيدة ربي باش أتستغفر باش أدوض الأجر ذي الحسنات أبو هريرة رضي الله عنه يقرب ما يند رسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحى عنه سيئة حتى يأتي مقامه ما يروح وركاز ينسيم هذا يروح غا المسجد إن كل الخطوة الخطوة على يخطو على المسجد سيد ربنا سيكتب ذي الحسنة وذا سيمحو السيئة حشمة ذلك الله يغيب غرب خميس خطزر كان ترك شيئين أي ما ينسيهم ماذا قلنا ما اكتبك ربنا ما تروح على المسجد ان كل القذمة ما تخذ كيف كل حسنة وكيف محو السيئة ولكن مش ما تروح على المسجد تصرف يعني الى دور في الفياء والسلام تصرف الى دور في غاشم كرف خبل ذي روح مرة أدو غير مشيد تسواب ذي الحسنات نغض التوبة ذي المغفرة إرد الحر ولكن الدنوبة دوات سخميه أنت رضي عايد ويقيم أنشتقيم أولي الجزالام أنشتقيم إيا غس عقير أنشتقيم وتقبي ذرا بإيمانيه تروح بشر دوات الفايدة أم يتقال تغلد ذي الخسارة إيه مثل المسجد تصليه القرآن الكريم التشبيح الذكر مسيد ربيهم كانوا مثل يدي فقد جمونا ذين يعنى الدين ذين يعنى نكحوا بسيد ربي أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين يستمعون للقول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.